بص يا شباب، احنا النهارده هنتكلم في موضوع، بص اللي هو ايه الجد بقى، المحاضره اللي جايه اللي هو خلصت مين؟ خلصت الكورس ده. تمام، احنا هنتكلم حاجه جديده اسمها شيفت ريجسترز. احنا لحد المره اللي فاتت كنا بنشتغل على ايه؟ على الستورج اليمنت بتاعنا بيخزن ايه؟ بيد واحده. تمام؟ فسواء كان لاتش او فليب فلوب كنا شغالين ايه؟ الستورج ديفايس بيخزن ايه؟ بيد واحده بس. فاحنا بالنسبه لنا الريجستر، يعني احنا لما نيجي نتكلم بس الاول على مين؟ على الفليب فلوب اهو. تمام؟ فانت بتتكلم هنا ان هو بياخد البيد دي، تمام؟ بيخزنها جوه الفليب فلوب. امتى؟ مع الفلوب. يبقى بداية الكلوك، تمام؟ الديجيت دي سواء قيمتها كان واحد او زيرو هتخش تبقى جوه الفليب فلوب ويقفل عليها، تمام؟ والاوت هيطلع على مين؟ على الكيو. فاصبح القيمه اللي دخلت جوه الفليب فلوب دي متخزنه جواه، ماشي؟ لحد النكست اتش اللي بيغير عليه، يعني اما بيغير رايزنج لو السما طالع، وانا شغال على السما طالع، لو انا شغال على السما فولنج، يبقى ايه؟ النكست اتش سواء بقى كان رايزنج او فولنج زي ما عملنا في المحاضره اللي فاتت. فانت دلوقتي بالنسبه لنا المين الفليب فلوب ده يعتبر ستورج اليمنت او عنصر تخزين لبيت واحده بس، ديجيت واحده، ايا كان بقى الديجيت دي ايه؟ 1 او 0، يعني سواء كده 1 او كده كان مين؟ كان 0. طيب انا في الحاله دي لو انا هرجع للريجستر بقى، الريجستر هو عباره عن ايه؟ هو سيركت ديجيتال بينها مهمتين او بتأدي وظيفتين. الوظيفه الاولانيه ان هي وسيله تخزين، يبقى تعتبر داتا ستورج، او ان هي تعمل لي حاجه اسمها داتا موفمنت، عشان كده بنسميها ايه؟ شيفت ريجستر. فيبقى الداتا نفسها الموجوده ممكن احركها من ايه؟ من المكان الاولاني للثاني للثالث للرابع زي ما هنشوف كمان شويه. طيب الشيفت ريجستر دي بتتكون من ايه؟ بتتكون من شويه فليب فلوبس، تمام؟ ليه؟ لان احنا شغالين مين؟ شغالين سنكرونايزيشن او سنكرونايزد، يعني سنكرونس. يبقى السيركت بتاعتنا هي ايه؟ هي سنكرونس سيركت، تمام؟ وبالتالي انا عشان اشتغل سنكرونس فانا محتاج ايه؟ الكلوك. يبقى انا الداتا بتاعتي دي مش هتتخزن او هتتحرك تتنقل الا لو ايه؟ لو جالها كلوك سيجنال، تمام كده؟ فبيقول لك ان انت لما بتابلاي او بتحط اللوجيك 1 او اللوجيك 0 كانبوت، تمام، مش هيدخل جوه الستورج ديفايس ده اللي هو الفليب فلوب اللي هو مكونات الريجستر، تمام، الا لما يجي له ايه؟ الكلوك ايدج نفسها اللي احنا شغالين عليها، سواء كانت هي 1 او 0. لو 1 يبقى انا بعمل للايه؟ للفليب فلوب ده بعمل له ايه؟ بعمل له حاجه اسمها سيت، يعني الاول بتاعه اللي احنا سميناه ستيت. خلاص احنا اتفقنا من اول بتاع الفليب فلوب او من اول السيكونشال سيركت احنا اتكلمنا ان الاوتبوت اسمه ايه؟ ستيت. يبقى الستيت دي لو الاوتبوت واحد فبنسميها ايه؟ سيت. لو الاوتبوت زيرو فبنسميه ايه؟ ريسيت. تمام؟ بعد كده انا ايه؟ لو هنحط واحد على الفليب فلوب فانا كده كاني بعمل ايه؟ بعمل سيت للفليب فلوب. طب لو بحط زيرو فكاني بعمل ايه؟ ريسيت للفليب فلوب. يقول لك بقى ان الريجستر دي ممكن تشيل ايه؟ تشيل كميات من الداتا اكبر طبعا من مين؟ من الفليب فلوبس، لان الفليب فلوب هو بيشيل ايه؟ ديجيت واحده، لكن الريجستر ممكن يتكون من ايه؟ من عدد من الفليب فلوبس. فبالتالي لما اجي اقول لك الريجستر ده 8 بيتس، فالريجستر ده فيه كام فليب فلوب؟ 8. لما اجي اقول لك الريجستر ده 16، فيه كام فليب فلوب؟ 16، وهكذا. يبقى انا دلوقتي الريجستر يقدر يشيل عدد من الداتا او كميه من الداتا اكبر من مين؟ من الفليب فلوبس. الريجسترز دي انا بستخدمها فين؟ بستخدمها جوه البروسيسور بتاعي او جوه اي كمبيوتر. الريجستر دي بتبقى من اسرع الميموري اللي ممكن تبقى موجوده في الكمبيوتر. ليه؟ هي اسرع، تقريبا اسرع ميموري فعليا. ليه؟ لان الريجستر دي اللي بتبقى موجوده يا اما اون بورد على الشريحه بتاعه البروسيسور، يا اما دلوقتي في معظم الجديد ان هي وزن البروسيسور نفسه. تمام؟ فيبقى دي اسرع
ميموري ممكن الكمبيوتر يستخدمها، يعني دي اسرع من الكاش كمان، وبالتالي هي ايه؟ هي اغلى ميموري ممكن تتخيلها. ما هو طول ما هي ايه؟ اسرع حاجه فهي اغلى حاجه، تمام؟ لان هي ليه؟ بتبقى اقرب حاجه لمين؟ للبروسيسور، بتبقى وزن الاركتكشر بتاعه، وزن التركيب بتاع البروسيسور نفسه. طيب هنبتدي نتكلم النهارده على انواع مختلفه من الريجسترز، وهنتكلم كمان على شويه تطبيقات لمين؟ للريجسترز دي. وبالتالي لو احنا قلنا مثلا ده شكل من الريجستر اهو، بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الريجستر البيزك ريجسترز بيتكون من مين؟ من الفليب فلوب، الدي فليب فلوب. فانت بتتكلم ان انت ممكن يبقى عندك اكتر من فليب فلوب متجمعين مع بعض، فدول كده بنسميهم ايه؟ بنسميهم ريجستر. يعني مثلا الدياجرام اللي قدامنا ده فيه كام فليب فلوب؟ فيه اربعه، وكلهم من النوع مين؟ من النوع الدي. فانت عندك الاربعه دول لو تاخد بالك ان الانبوتس بتاعتهم داخله بارلل، يعني ايه؟ يعني كل فليب فلوب داخله الانبوت بتاعه منفصل، وتاخد بالك ان الاوتبوت برضه خارج بارلل. يبقى انت عندك هنا الانبوتس داخلين بارلل والاوتبوت خارج ايه؟ بارلل. يبقى انت عندك من دي نود لدي ثلاثه كلهم بيدخلوا مره واحده في تايم واحد، والاوتبوت من كيو نود لكيو ثلاثه كلهم بيخرجوا في وقت واحد. تمام؟ طيب الريجستر اللي قدامنا ده مش هيدخل الداتا ان هي دي نوت من دي نوت لدي ثلاثه، لو دي نوت ودي واحد ودي اثنين ودي ثلاثه، الا لما يجي له مين؟ لما يجي له الكلوك. تمام؟ في برضه سيجنال احنا احيانا بنستخدمها او مش احيانا دايما، حاجه اسمها ايه؟ الكلير. في حاجه اسمها الكلير وحاجه اسمها البريست. الكلير ده يبقى انا بعمل ايه؟ بصفر. اتفضل. بصفر كل الفليب فلوبس مره واحده. يبقى انا دلوقتي لما يخش لي هنا كبير سيجنال، فانا كده معناها ايه؟ معناها ان كل الفليب فلوبس كلهم هيبقى القيم اللي متخزنه جواهم صفر في نفس الوقت. تمام كده؟ مجمعين ولا مش مجمعين؟ طيب يبقى احنا نقدر نلخص ان الشيفت ريجستر بيتكون من عدد من الدي فليب فلوبس، تمام؟ والدي فليب فلوبس دول ايه؟ كونكتد مع بعض في تشين، في سلسله كده مع بعض، عشان بترتيب معين كده، عشان يكونوا لي مين؟ يكونوا لي الريجستر اللي انا عايز اوصل له. احنا شفنا من شويه اللي شفناه كان ايه؟ بارل ان بارل اوت. هنشوف شويه انواع مختلفه من مين الريجستر ده. هتلاقي مره بارلل، مره بارلل في الانبوت، مره سيريال في الانبوت، مره بارلل في الاوتبوت، مره سيريال في الاوتبوت، وهكذا. تمام؟ واتفقنا ان عدد الدي فليب فلوبس يمثل عدد البيتس الموجوده جوه مين؟ جوه الريجستر. يعني لما قلنا الريجستر ده مثلا 16 بت، فانا بالتالي الريجستر ده مكون من 16 فليب فلوب. لو قلت لك 8 يبقى مكون من كام؟ من 8 فليب فلوب. واتفقنا ان الشيفت ريجستر ده هيخزن الداتا، تمام؟ على حسب الداتا اللي داخله له، بس هيخزنها امتى؟ لما يجي له كلوك سيجنال. ببتدي اعمل كلير للشيفت ريجستر كله، يعني الفليب فلوبس كلها بايه؟ بالكلير سيجنال، او اعمل له ريست اللي هو اخلي الايه؟ القيمه اللي جوه الريجستر كلها وانس، يبقى الريست بتخليه كله وحيد، الكلير بتخلي كل الايه؟ كلهم صفر. طيب في حاجة اسمها الستورج كاباستي بتاعت مين؟ بتاعت الريجستر. بيقول لك ان الستورج كاباستي بتاعت الريجستر هي التوتال نمبر اوف بيتس، اجمالي عدد البيتس اللي هي الاصفار والحايد اللي ايه؟ ان الريجستر ده يقدر ايه؟ يخزنها ويقدر يشيلها، تمام؟ وبالتالي كل ستيج اللي هي كل فليب فلوب من جوه الريجستر ده، تمام؟ في الشيفت ريجستر ده بتريبيزنت ايه؟ 1 بت في الستورج كاباستي. طيب كلمة شيفت كابابيلتي بتاعت الريجستر دي بتسمح بإيه؟ بتسمح بالحركة أو الموفمنت بتاعت الداتا من إيه؟ من ستيج لستيج، يعني من فليب توب لفليب توب اللي بعده. مش إحنا اتفقنا دلوقتي إن أنا عندي هنا ده كده شكل الريجستر عامل إزاي؟ تمام؟ وبالتالي
هنا انا كنت مخليهم ايه؟ داخلين كلهم برل، خارجين كلهم برل. ممكن بقى ان انا اخليه بدل ما هو بالمنظر ده كده، لا انا اخلي الايه؟ الاوتبوت الكيو بتاع الفليب فلوب الاولاني انبوت لمين؟ الفليب فلوب الثاني. الكيو اللي هي الاوتبوت بتاع الفليب فلوب الثاني انبوت للفليب فلوب الثالث، والثالث الكيو بتاعته انبوت للايه؟ للفليب فلوب الايه؟ الاخير. وبالتالي لما ادي كلوك يبقى الاوتبوت اللي خرج من ده اصبح هو الانبوت لده، وبالتالي كاني بعمل موفمنت من الداتا اللي هنا بدخلها هنا، وده دخل في اللي بعده وده دخل في اللي بعده وهكذا. فده اسمه ايه؟ الموفمنت كابابيلتي او الشيفت كابابيلتي، ان انا بعمل شيفت للداتا. ان انا الداتا دلوقتي مثلا لنفترض ان انا كان عندي هنا واحد زيرو واحد واحد ماشي كده، وانا افترضت دلوقتي ان انا هوصل ده كده وده كده وده كده، فبالتالي اول مره ده مخزن مين؟ واحد، وده مخزن زيرو، وده واحد وده واحد. لما ادي كلوك بعدها الواحد ده هيطلع بره خلاص، الواحد اللي هنا هيخش فين؟ في ده، والزيرو هيخش في الريجستر اللي هو بالاخير، والواحد هيخش هنا في الريجستر ده تمام. وقيمه جديده هتلاقيها على الدي دي مثلا، هنفترض ان هي كانت زيرو، هتخش في مين؟ في الريجستر اللي هو ده. ده كلمه الشيفت كابابيلتي او امكانيه ان انت تعمل موفمنت او تحريك للداتا جوه الريجستر نفسه. الكلمتين دول مفهومين؟ عشان هخش كمان شويه ايه في البيزك موفمنتس او الحركات الرئيسيه او البيزك في مين؟ في الشيفت ريجستر. في عندي ان انا ممكن اعمل سيريال ان شيفت رايت سيريال اوت. يعني ايه؟ يعني بص بقى يا سيدي، اتفقنا التحصيله اللي احنا عملناها دي سيريال، يعني معنى كده ان انا ايه؟ بدخل من اول بيت هنا اللي هي دي نوت او دي تعتبر كده بالنسبه لي دي ثلاثه هنا تمام، وهبتدي احرك يمين. يبقى انا بدخل بيت بيت، بدخل دي ثلاثه اول مره في اول كلوك، بعد كده في ثاني كلوك هدخل دي ثلاثه برضه، والايه؟ ودي ثلاثه اللي كانت موجوده قبل كده اتشفتت في الايه؟ في اللي بعده في دي اثنين، وبعد كده هدخل دي ثلاثه في الكلوك اللي بعدها، يبقى اصبح ايه؟ دي واحد هي اللي كانت موجوده في دي اثنين، ودي اثنين اللي موجوده في دي ثلاثه، وبعد كده الكلوك اللي بعدها يبقى دي واحد راحت من دي نوت، وبعد كده دي اثنين راحت من دي واحد، وبعد كده دي ثلاثه راحت من دي اثنين وهكذا تمام. ده اسمه ايه؟ سيريال ان سيريال اوت، بس ايه؟ شيفت رايت تمام. انا بتحرك لليمين. طب انا عايز اتحرك للشمال سيريال ان سيريال اوت، بس بتحرك العكس من اليمين للشمال. يبقى انا خلي بالك لما اقول لك شيفت رايت بتحرك لليمين، شيفت ليفت بتحرك لليمين للشمال تمام. تمام، طب تعالوا بقى ايه نشوف اللي بعد كده. بارلل ان سيريال اوت، يبقى معنى كده انا هدخل الداتا من فوق زي ما كانت موجوده من شويه تمام، وكلها هتخرج ايه؟ سيريال تمام. طيب سيريال ان بارل اوت، يبقى انا هدخل الداتا كلها سيريالي وهخرج الكيوهات زي ما كانت ظاهرة عندي من شويه تمام. يبقى لما تشوف الحاجه كلها بارل، يعني كلها كده مختلفه، يعني مش اوت بوت واحد بس، يبقى بارل. لو اوت بوت واحد بس تبقى سيريال. نفس القصه في الانبوت، لو انبوت واحد بس تبقى سيريال. لو اكتر من انبوت، انبوت كلها داخله زي راسي كده، فده يبقى ايه؟ يبقى بارل تمام. يبقى انا عندي الامكانيات المختلفه، يا اما سيريال ان سيريال اوت، يا اما بارل ان سيريال اوت، يا اما سيريال ان بارل الاوت، يا اما بارل ان بارل الاوت تمام. يبقى انا الحاجه اللي هي عندي ايه؟ بارل ان بارل اوت. في حاجه اسمها بقى ايه؟ روتيت. روتيت ان انا الف، ان انا مثلا اتحرك شمال بعمل ايه؟ بعمل شيفت رايت او شيفت ليفت. لو شيفت ليفت الاول انا اتحرك شمال تمام؟ شيفت ليفت اللي هو مين؟ اللي هو ده. واجي بعد كده الاوت اللي طالع ده اروح موصله بالانبوت تاني. يبقى انا كده بعمل ايه؟ بعمل روتيت، بلف. بس روتيت ايه؟ روتيت ليفت. طب لو انا كنت بتحرك يمين رحت جاي واخد الاوت موصله في الانبوت، يبقى انا بعمل ايه؟ روتيت رايت تمام. يبقى انا عندي دلوقتي كام حركه؟
لا عندي كتير. انا عندي سيريال ان سيريال اوت، سيريال ان بارل اوت، سيريال ان سيريال اوت بارل ان سيريال اوت بارل ان بارل اوت بارل ان بارل اوت وروتيت ليفت وروتيت رايت. الروتيت سواء ليفت او رايت هي حاله خاصه من مين؟ من السيريال ان سيريال اوت. تمام كده؟ بس على حسب بقى انا شغال ليفت ولا شغال رايت. لحد كده الكلام سهل ولا الدنيا شوقه صعبت؟ انا عارف ان انا بجري شويه عشان محرك اسد. لحد كده الدنيا سهله ولا الدنيا غمقت؟ شغال ماشي. فنقدر نقول بقى ان جنرالي كده بصفه عامه الشيفت ريجستر هي اوبريت في واحد من الاربعه مودز المختلفه دول. دي هم بقى يا اما حاجه اسمها سيبو اللي هو سيريال ان بارل اوت، يا اما سيسو اللي هو سيريال ان سيريال اوت، يا اما بيبو اللي هو بارل ان بارل اوت، يا اما بيسو اللي هو بارل ان سيريال اوت. يبقى انت ايه قاعد عند بعض ماشي. المهم بغض النظر فانت عندك اربعه مودز اوف اوبريشن هم الرئيسيين اللي ايه اللي عندك. تعالوا نتكلم بقى على مين؟ على السيريال ان بر الاول. اهم حاجه تفتكرها في الامتحان سيبو دي بس. ماشي هنفترض ان انا عندي اربعه بت سيريال ان بر الاول اللي هو ايه؟ صار اللي هو سيبو شيفت ايه ريجستر. فلما نيجي نتكلم تعالوا نشوف بقى كده الشكل عامل ازاي. انا هنا عايز ايه؟ سيريال ان بارل اوت. انا خلي انبوت واحد تمام وبيقعد يتحرك تمام، والاوت انا باخده ايه؟ بارل. باخد ده الاوت ده لوحده ده لوحده ده لوحده ده لوحده. يبقى انا كده في الحاله دي انا واخد ايه؟ سيريال ان بارل اوت تمام. ونفس الاركتكشر القديم ان هو ايه؟ الكبير موجود والكلوك موجود. طيب لو احنا جينا نشوف بقى الحركه هتمشي ازاي. لو قلنا انيشيالي ان انت عندك من دي نود لدي ثلاثه لدي اثنين كده او كيو اثنين. بص عشان بس تبقى انت واخد بالك من النقطه اللي انا هقولها دي. احنا هنا عاملين ايه؟ الكيو نود ده الاول بتاع مين؟ الكيو نود ده الاول بتاع مين؟ بتاع الفليب فليب رقم زيرو اللي هو اخر واحد. الكيو واحد هو الاول بتاع مين؟ بتاع الايه؟ الفليب فلوب الثاني. كيو اثنين الاول بتاع الفليب فلوب الثالث. الكيو ثلاثه الاول بتاع الفليب فلوب الرابع. الموست سيجنفكت بت عندي اللي هو مين؟ اللي هو ثلاثه. هو اول داتا اللي هتخش تمام. بس تاخد بالك بقى من الاتي عشان ما تتلخبطش. تاخد بالك من ايه؟ انا باخد منين؟ انا باخد من الاوت. يعني انا بالنسبه لي لما اجي اشتغل انا عايز اعرف الاوت ايه تمام. فانت لما تيجي تبص في الجدول اللي جاي ده هتلاقي عندك ايه؟ هتلاقي عندك الكيو نود ده الاوت بتاع الايه؟ في الفلوب الاولاني اللي هو العلبين. وبعد كده الكيو واحد ده الاول بتاع مين؟ الفلوب الثاني. كيو اثنين الاول بتاع الفلوب الثالث. كيو ثلاثه الاول بتاع الفلوب الرابع اللي هو كان بالنسبه لنا النص متر كام. طيب انا في الحاله دي في الحاله دي انيشيالي انا كنت قايل لك ان كلهم اصفار تمام؟ ان كل الاربعه اوت اصفار ان هو مخزن كام؟ صفر. وجيت حطيت على دي ثلاثة واحد تمام؟ دي ثلاثة واحد اللي هو ده اللي هو ده حطيت عليه ايه؟ واحد. فاللي يحصل ايه؟ ان الواحد ده مع الكلوك هيجي هنا والصفر اللي كان هنا هيجي هنا والصفر اللي كان هنا هيجي هنا والصفر اللي كان هنا هيجي هنا. فكأني عملت ايه بقى؟ بص كأن الصفر الاولاني كان الكيو نود خرج
والصفر اللي كان متخزن هنا في كيو واحد دي في كيو ايه؟ في كيو نوت. الصفر اللي كان في كيو اتنين دي في كيو واحد. الصفر اللي كان في كيو ثلاثة دي في كيو ايه؟ اتنين. وكيو ثلاثة هتبقى مين؟ تبقى الوحش اللي هو كان داخل في دي ان او دي ثلاثة. دي موف. ايه؟ دي موف. دي موف. يبقى انا في الحاله دي وهي خلي بالك هي الحركه دي هي موفمنت وستورج في نفس الوقت، ما انا بخزن برضه بس في الاساس هي حركه مين؟ الموفمنت. تمام؟ فانت لما تيجي كده لما نيجي نبص لو انيشيالي كلهم بصفار تمام؟ فانا هاجي اعمل ايه؟ هحط هنا واحد، الواحد ده مش هيخش هنا غير مع مين؟ غير مع الكلوك رايزنج ايدج بتاعها. اول ما يجي الكلوك هيبتدي يعمل ايه؟ الكلوك هتخش على الاربعه صح؟ فالاولاني هيدخل الواحد ويشفت القيمه اللي فيه مين؟ للي بعده. وبعد كده اللي بعده هيشفت للي بعده، اللي بعده هيشفت للي بعده. تعالى كده نبص لها زي جدول كده بالظبط. بتاخد من كيو واحد تحطه في كيو كيو اتنين تحطه في كيو واحد. كيو ثلاثه تحطها في كيو اتنين. طب كيو 3 دي هتاخد من مين؟ تاخد من كيو نوت. تمام؟ طيب تعالى بقى ناخد البلوك اللي بعدها. يبقى البلوك اللي بعدها نفس السيكونس، الزيرو ده اللي كان هنا يروح هنا والاولاني ده طلع بره. طيب كيو 2 هيروح لمين؟ كيو نوت. كيو 1 هيروح لكيو نوت. كيو 2 هيروح لكيو 1 اللي هو الواحد ده ابتدى يتنقل اهو. واحدة داخلة ابتدت مين؟ لو افترضت ان انا دخلت واحد تاني، واحد تاني مش هو. وهنبتدي ان ايه؟ نشفت. يبقى انت عندك كيو واحد بتدي كيو نوت، كيو اتنين بتدي كيو واحد، كيو تلاتة بتدي كيو اتنين، وكيو تلاتة بتاخد من مين؟ من الدي ام. اتفهمت؟ فانت كده في الحالة دي لو احنا اشتغلنا أربعة بلوك سايكلز، أول واحد دخل هتلاقيه هو آخر واحد موجود في الكيو نوت. اللي هو دخل في الدي ان هيخرج في عند مين؟ هيبقى موجود في الكيو نوت. حد كده الشيفت مفهوم؟ ده يعتمد على مين؟ على الدايركشن بتاع الداتا ترافل او الدايركشن بتاع الموفمنت. كده في الحاله دي انا بتحرك ايه؟ بتحرك ايه؟ رايت. بتحرك رايت. بص انا في الحاله دي بتحرك كده. كده رايت من ده لده. طب افرض عكست بقى. يعكس. يبقى هيبدا معايا يبقى كيو نوت هتدي كيو ايه؟ كيو واحد مش هتاخد منها. كيو واحد هتدي كيو اتنين، كيو اتنين هتدي كيو تلاته. والانبوت بتاعي هياخد من الكيو نوت هتاخد من مين؟ من الدي انبوت. يبقى ساعتها هيبقى ده الانبوت ماشي والكيو اللي خرج يعني الانبوت بقى تبقى المنظر ده كده. الانبوت كده. انا ساعتها مش هعكس مش هعملها كده هعملها كده. وهكذا فدي كده هتبقى دي الكيو نوت ودي الكيو واحد ودي الكيو اتنين وهكذا. فيبقى انت عندك الاتجاه بتاعك مين؟ كده. يبقى انت بتتكلم انك تتحرك في مين؟ في الليفت. يعني هتعكس دي الرسمه نفسها هتعكس الرسمه اللي قدامك دي بترمي ايه؟ بترمي رايت. الرسمه اللي تحتها اللي احنا عملناها كده كروكي كده بترمي ليفت. يبقى انت على حسب شكل الفيجر اللي قدامك او الديجرام اللي قدامك بتبتدي تتحرك انت شغال يمين ولا شمال. تمام؟ حد عنده مشاكل في الكلام ده؟ طيب تعالوا نشوف بقى لو سيريال ان سيريال اوت. تعالوا نشوف شكل الدنيا تبقى ماشيه ازاي. بص بقى هي نفس الفكره بتاعت اللي فاتت مع الفرق ان بدل ما كنت باخد الأول مكرر لا هاخده سيريال. يعني ده البيت الأولانية اللي هتدخل هنا هي أول بيت هتخرج هنا. البيت الثانية اللي هتدخل هي اللي هتخرج هنا. والثالثة والرابعة وهكذا. تعالوا نشوف كده جدول ونشوف الدنيا هتبقى ماشية إزاي.
هي هينطبق عليها نفس الجدول ده بالظبط. الاختلاف ان انا في البارلل انا كنت باخد الاربعه كيو مره واحده، في السيريال انا باخد الكيو اللي خارجه بس الكيو روت، يعني في كل بلوك في السيريال باخد بنت واحده بس كيو نوت بس، في البارلل انا باخد الكيو نوت والواحد والاثنين والثلاثه، باخد الاربعه كيو. يعني انا هنا هنا في الكلوك الاولانيه الاوت اللي خارج لي 1 0 0 0 في حد مين؟ البارلل. في حد السيريال 0 0 تمام، اللي هو اخر ايه؟ اخر كيو. وصلت؟ يعني لو انا جيت اخد الاوت بتاع السيريال تمام، بعد الكلوك الاولانيه الاوت هنا كام؟ 0. الكلوك الثانيه الاوت كام؟ 0. الكلوك الثالثه الاوت كام؟ 0. الاوت هنا كام؟ 1. طب في البارلل بقى، في البارلل الكلوك الاولانيه ده الاوت 1 3 0، بعد الكلوك الثانيه ده الاوت هو 1 0. ليه؟ لان باخد الاربعه كيو. يعني بص في البارلل انا باخد نفس الشكل ده كيو نود، ده الليست سيجنفيكانت بت، وبعد كده كيو 1 كيو 2 كيو 3 ده الموست سيجنفيكانت بت. يبقى معايا الشكل بالمنظر ده، ان انا معايا 4 بت خارجين لي في كل كلوك سايكل. طيب في حاله بقى، في حاله السيريال في كل كلوك بيطلع لي بت واحده بس، اللي هي مين؟ اللي هي الاخيره، اللي هي الشكل ده، اللي هي دي حب الدفن، يعني بت واحده بس. وصلت؟ عرفنا الفرق ما بين السيريال والبارلل؟ تمام. تعالوا بقى نتكلم عن ابلكيشن حاجه اسمها ايه؟ اسمها السيريال مود. عندك ديجيتال سيستم تمام، بيقول لك ان هو بيشتغل في السيريال مود لما الانفورميشن بتبقى ترانسفيرد او اتنقلت 1 بت ات تايم. فبتتكلم مثلا، تعال نشوف الابلكيشن اللي قدامنا ده كده. مثلا انا عندي هنا شفت الريجستر ايه وشفت الريجستر بي، الاثنين داخل لهم كلوك. بس تاخد بالك من حاجه بقى، الكلوك مش هتاثر معاك هنا الا لما يكون معاك الكنترول اللي اسمه شيفت ايه؟ يبقى انت عندك اللي بيتحكم هنا في حته ان الداتا تتحرك حاجتين، ان الكلوك تجيلك وان الشيفت انيبل او الشيفت كنترول يبقى هاي. يعني انا الكلوك لو جات لي والشيفت ده لو هيتحرك؟ لا مش هيتحرك. ليه؟ عشان انا عامل الكنترول ده الشيفت ده مع الكلوك باند جيت. يعني لازم في الحاله دي عشان الكلوك تبقى مؤثره ان ايه؟ الشيفت كنترول ده يبقى هو يبقى واحد. وعامل ان انا عندي الشيفت ريجستر ايه واخد الاوتبوت بتاعه السيريال الاوتبوت بتاعه ده مدخله في السيريال انبوت تاني. تمام؟ يبقى انا في الحاله دي انا هنا الاوتبوت ده بيتشفت في ريجستر دي، بس في نفس الوقت انا ايه؟ انا عمال ريجستر ايه الاوتبوت بتاعه ادخله له تاني، الاوتبوت بتاعه ادخله له تاني. فتعالوا كده نجرب ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. احنا فرضين ان انت كل شيفت ريجستر منهم هو عباره عن ايه؟ 4 فليب فلوبس تمام؟ فانت شغال كام بت؟ 4. تعالى مثلا لنفترض ان الانيشال فاليو كانت في ريجستر A 1 0 1 1 وريجستر B كان 0 0 1 0، وهاجي ابتدي ايه؟ ابتدي اقول ان انا عندي الشيفت كان هاي وجات لي الكلوك الاولانيه. لما جات لي الكلوك الاولانيه هعمل ايه؟ الواحد اللي هو هنا ده طبعا الزيرو خلاص خرج، الواحد ده هشفته كلوك، هشفته مكان. يبقى الواحد اللي كان موجود في الابل الاخير ده في الفليب فلوب الابل الاخير دخل في الفليب فلوب الاخير، والزيرو اتشفتت هنا والزيرو اتشفتت هنا. الواحد اللي كان من ريجستر ايه، ما هو ريجستر ايه، بص ريجستر ايه مسلم لريجستر بي، صح كده؟ الواحد ده اتشفت هنا. طيب الواحد ده
في الريجستر ايه؟ هيروح فين؟ بص بقى دخل انبوت تاني ماشي، وادي هنا الواحد ده دي هنا، والزيرو ده دي هنا، والواحد ده جه هنا. الواحد ده جاي منين؟ جاي من ده السيريال اوت بتاع ريجستر ايه، دخل في السيريال انبوت بتاع ايه؟ ريجستر ايه. اهي الرسمه اهي بتقول كده، ده بتشفت كده، بس انا قلت لك ان الاوت بتاع ريجستر ايه هدخله له تاني. تمام؟ تمام. تعالى ناخد الكلوك اللي بعدها، الواحد ده خرج، الزيرو ده هيتشفت هنا، والزيرو ده هيتشفت هنا، والواحد ده هيتشفت هنا، والواحد ده هيتشفت هنا، وفي نفس الوقت هيلف يجي لي فين؟ هنا. ماشي؟ تعالى بقى ايه جوه الريجستر ايه؟ ادي الزيرو، ادي الواحد، وادي الواحد. تعالى ناخد تاني ايه؟ الكلوك اللي بعدها، الصفر ده خرج، الواحد ده الزيرو ده هيجي هنا، والواحد ده هيجي هنا، الواحد ده هيجي هنا، والزيرو بتاع الريجستر ايه هيجي في الزيرو اول ايه اول فليب فلوب مين في الريجستر بي، والواحد ده هيجي هنا، والواحد ده هيجي هنا، والواحد ده هيجي هنا، والزيرو ده هيلف في الايه في الانبوت بتاع الريجستر ايه. نفس الفكره. فهتلاقي نفسك انت لو تيجي تاخد بالك بقى ان انا كان الانبوت اللي داخل الريجستر ايه كان موجود كام؟ 1 0 0 11 اهو. يبقى انت عندك الواحد 0 1 1 بقى موجود في الريجستر ايه وموجود في الريجستر بي. ده ليه؟ بسبب الفيدباك او اللفه اللي معموله ان الاوت بيلف، فانت بتعمل ايه؟ كانك بتعمل روتين. واخد بالك من الابلكيشن ده؟ ده اسمه ايه؟ اسمه سيريال مود. ده ابلكيشن. طيب تعالى بقى نتكلم عن حاجه ثانيه اسمها مين بقى؟ سيريال لود. احنا اتفقنا ان احنا في عندنا حاجه اسمها شيفت، وحاجه اسمها ستورج. في عندنا حاجه اسمها ايه؟ اسمها لود. لود معناها ايه؟ معناها ان انا بدخل انبوت للفليب فلوب نفسها، للريجسترز نفسها. فانا هنا انا بعمل ايه؟ بعمل سيريال لود، يعني انا بدخل الداتا لكل فليب فلوب جوه الريجستر سيريال. انا بدخل الداتا، دخل هنا اول واحد، بعد كده بعد ما عملت الشيفت دخل هنا، بعد الشيفت دخل هنا، بعد الشيفت دخل هنا، كاني بعمل لود بدخل قيم لمين؟ للفليب فلوبس، بس ايه؟ سيريال مش برد، يعني مش كلهم بيخشوا مره واحده، لا ده انا كده الفليب فلوب الاخير ده هيخش له قيمه بعد اربعه كلوكس. اول واحد دخله بعد اول كلوك، الثاني بعد ثاني كلوك، الثالث بعد ثالث كلوك. الفليب فلوب الاخير ده عشان اوصل له قيمه او اعمل له لود يبقى انا ايه؟ محتاج اربعه كلوكس عشان اوصل له. تمام كده؟ دي مشكله مين؟ السيريال. وهنا بقول لك بص ان هم كلهم مثلا كانوا انيشال سبار ودخلت الداتا بواحد، فالكلوك بالس الاولانيه والكلير، الكلير الاولاني انيشال ان هم ايه كلهم سبار، بعد كده الكلوك بالس الاولانيه هبتدي الداتا ايه؟ بص اللي اتغير الاولاني. تمام كده؟ يبقى انت الاوتبوت بتاع الفليب فلوب الاولاني بعد الكلوك بالس الاولانيه بقى بكام؟ بواحد. تعالى بقى ندي ايه؟ كلوك بالس ثانيه. بص تمام، تعالى ندي كلوك بالس الثالثه. تمام ليه؟ عشان الداتا اللي داخله كانت زيرو. ماشي؟ انا هنا مش روتيت، خلي بالك انا هنا مدخل داتا زيرو. ماشي؟ تعالى اللي بعدها بقى. دخلت واحد بقى، واحد بص حسب الداتا اللي داخله. ايوه فهمت الفكره ماشيه ازاي؟ تعالى نتكلم بقى بره للان سيريال اوت.
برل الهند معناها ان انت ايه؟ لا برل الهند برل الهند برل الهند يعني معنى كده ان الداتا كل الديت لوج داخله الداتا بتاعته منفصله في نفس الوقت تمام؟ وبرل الاوت يعني كل الداتا بتاعت الستيت بتاعت الكيو بتاعت كل فليب فلوب خارجه لي في نفس الوقت. يبقى الداتا لو انا عندي اربعه فليب فلوبس فالاربعه انبوتس داخلين يبقى ده برل الهند، الاربعه اوتبوتس خارجين ده برل الاوت. طيب لو انا جيت قلت لك برر الان تو سيريال اوت، بص بقى الشكل الفرق. انا هنا بعمل ميكس ما بين برر الان وايه وسيريال اوت. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا عايز اعمل برر الان، فبرر الان دي معناها ايه؟ انا عندي هنا كنترول تمام، ده بيقول لي انت هعمل لود، اتفقنا لود خلاص ان انا بعمل ايه؟ ادخال للفريب فلوس، وامتى اعمل شيفت للداتا تمام؟ فلو انا عايز اعمل لود ان انا لسه الفريب فلوس انيشالي مثلا كان بيصفر وعايز ادخل داتا تمام؟ فاجي اعمل ايه؟ اخلي اللود بكام؟ بزيرو. فيبقى انت عندك الزيرو يبقى هنا ايه؟ 1. فانت عندك هنا ده يبقى اصفار. لو هنا لو انا مدخل لود بصفر اللي بعد الانفرتر بقى 1، يبقى كل اللي هو مرتبط بالبار اللي فوق ده 1، اللي مرتبط بالبار اللي تحت كام؟ 0. فالزيرو دي كده لا، دي لا، دي لا، اللي متنشط مين؟ متنشط دي ودي ودي تمام؟ فاللي متنشط دي موصلها مع مين؟ مع الانبوتس تمام؟ فالانبوت دي يبقى انا كده بعمل ايه؟ بعمل انبوت لكل دي فليب فلوب تمام كده؟ طب لو انا عايز اخليها بقى ايه؟ شيفت مش لود بقى، يبقى انا هخلي اللود بكام؟ بواحد. فالانفرتر يبقى بكام؟ بزيرو. واللي تحت ده يبقى بكام؟ يبقى بواحد. يبقى اللي تحت بواحد واللي فوق بزيرو، يبقى دي اللي اكتف، دي اللي اكتف، دي اللي اكتف. يبقى في الحاله دي انا باخد مين بقى؟ باخد الاوتبوت كيو اهو وادخله انبوت اللي بعده، الاوتبوت كيو ادخله انبوت اللي بعده، والاوتبوت كيو اللي هو كيو سي ادخله انبوت للايه؟ للفليب فلوب الايه؟ الاخير. مجمعين اقول ايه ولا لا؟ ولا وقعتوا؟ يبقى انا دلوقتي برر الان سيريال اوت دي كل اللي انا بعمله ان انا بعمل ميكس ميكس ما بين ان انا ادخل الداتا بارل او ان انا اعمل شيفت سيريال. اتحكم فيها عن طريق مين؟ عن طريق دي. بص هنا انا عامل اثنين اند جيت واور جيت. اثنين اند جيت دول واحده واحده للادخال او اللود وواحده للشيفت. الادخال او اللود اللي هدخل معاها مين؟ مع الكنترول ده مين؟ الانبوت اللي هدخله. الثاني ده مع الكنترول ده هدخل مين؟ الاول بتاع كل فلو فلو مع ايه؟ اللي هيخش للي بعده. فاهمين اقول ايه ولا لا؟ بجد؟ مجمعين ولا بجد؟ في ناس ما شاء الله سلمت نمر من بدري. تمام. ابتدوا بقى زي ما اتفقنا ان احنا اي دايره تتحمل يبتدوا يعملوها ايه؟ يعملوا لها كوميرشال اي سي في السوق. هما دلوقتي هنا اللي هو السيريال اللي هو برا الان سيريال اوت طلعوا لها حاجه سموها سيرج كده سيرج فور، ودي الشيفت او اللود طالما في بابك هنا يبقى انت ايه؟ في انفرتر على طول. فدي كده بتتحكم معايا ان انا شغال بعمل لود ولا شيفت تمام؟ وهنا نفس القصه الكلوك ولا هنا السيريال اوت ولا الداتا الايه؟ الانبوت. الداتا داخله بدل والاول طالع ايه؟ سيريال. احنا شفنا ايه؟ اللوجيك ديجرام بتاعها اللي كنا شغالين عليه وشرحناه. فتعالى كده ده مثال كده بيقول لك ايه؟ قول لي الداتا او شو الداتا الاوتبوت والفورم بتاعت 4 بت ريجستر ويز بارل انبوت داتا اند ذا كلوك شيفت والفورم جيفن ان ذا اي فيجر تمام. فانت مديك الدي نود دي 3 فانت عندك الدي نود اهي او دي اهي عموما ماشي دي دي اوت مش دي اهي وعندك هنا الشيفت او النود وهنا عندك الداتا اللي هو مديها لك اللي هو ايه
يدي كام؟ يدي 3. يبقى انت عندك اول بيت هتدخل عندك اللي هي مين؟ اول بيت عندك هتدخل اللي هي الواحد. لا، اول بيت عندك هتدخل اللي هي الزيرو. اول بيت عندك اقرب سيريال كده اهو، هما كلهم هيخشوا نفس الوضع يعني، هما كلهم هيخشوا نفس الوضع اللي هما بره، بس اول بيت هتخرج اللي هي مين؟ دي نون اللي هي على اليمين خالص. تمام؟ فانت دلوقتي احنا هنتكلم الاول الكلوب جات لك هاخد 0 1 0 1 استنى بس عليا، انا هاخدها واحده واحده الاول. انت اول حاجه جات لك انت شغال شفت لود، تمام؟ هتعمل لود ولا شيفت؟ انت جالك اللود بكام؟ بزيرو، صح؟ الزيرو ده جالك انت قبل الايدج، صح؟ فمستمره معاك، فالايدج جات لك اهي، فجايه لك كده لا مين؟ لا اللود بصفر. اللود بصفر معناه ان هو هيدخل الداتا. يبقى انت عندك هنا الاوت اللي هيخرج لك هنا كام؟ اللي هو اول ايه؟ اول زيرو اللي هو ده. بعد كده جات لك البلوك الثانيه والمين؟ والشيفت لود هاي. فمعنى كده انت بتبتدي تعمل ايه؟ شيفت، شيفت سيريالي. فانت تحول ايه؟ الصفر طلع خلاص، بعد الشيفت بقى ايه؟ بقى الواحد، بقى واحد. بعد كده الكلوك اللي بعدها الكلوك اللي بعدها الشيفت هاي بواحد، تمام؟ يبقى انت عندك الواحد ده خلاص هيخرج، يبقى الزيرو اللي هاي بقى ايه؟ يجي هنا. يعني انت بتعملها ازاي؟ بص زي ما احنا عملناها. ادي هنا واحد زيرو، واحد زيرو. الكلوك الاولانية، الكلوك الثانية، الكلوك الثالثة، الكلوك الرابعة. تمام؟ بعد الكلوك الاولانية ايه اللي حصل؟ الزيرو ده هيترفع، تمام؟ يبقى انت عندك هنا بقى ايه؟ واحد زيرو. بعد الكلوك الاولانيه اللي احنا عملناها دي كانت لود، صح؟ طالما كانت لود يبقى هنا هتنزل زي ما هي، زيرو واحد زيرو واحد. ليه؟ لان الاولانيه ما كانتش شيفت، كانت لود، تمام؟ يبقى عندك ايه؟ لود، عشان ان انا الداتا دي هدخلها جوه الريجستر، تمام؟ وانا انيشالي الريجستر مش حاجه، مع اول كلوك عندي هشوف الشيفت لود ايه؟ الشيفت لود كان زيرو ولا واحد؟ لو زيرو معناه ان انا هعمل ايه؟ هعمل لود، هدخل الداتا دي جوه الريجستر. لو واحد يبقى انا هشفت. يبقى انا دلوقتي اول كلوك، بعد اول كلوك الداتا دي دخلت جوه مين؟ جوه الريجستر. يبقى فليب فلوب الاخير، فليب فلوب الاخير هيطلع كام؟ في كام؟ في زيرو. يبقى ده هو الاول، هو قال لك الداتا الاول كيو 3، تمام؟ يبقى انت عندك اللي يمثل لك الاول لان هو سيريالي، تمام؟ يبقى مين؟ الكيو 3. فانت هنا بالنسبه لك الجدول ده مين هنا؟ الكيو 3 زيرو، يبقى ده الاوت الاولاني. بعد كده في الكلوك سايكل الثانيه لقى الايه؟ الشيفت هاي، الشيفت لود بايه؟ بهاي، يعني بواحد. يبقى معنى كده انا هعمل ايه؟ شيفت. يبقى معنى كده الزيرو ده هيروح، وهنا الواحد ده هيجي مكان ايه؟ مكان الواحد، مكان الزيرو. وبعد كده الزيرو ده هيجي هنا، ماشي؟ والواحد ده هيجي هنا، تمام؟ والواحد ده هي يخش مكانه ايه؟ دونت كير، مش فارقه معايا، لان انا كده كده انا عندي ايه؟ 4 كلوك سايكل بس، تمام؟ دخل واحد، دخل زيرو، مش فارقه. هاجي بعد كده في الكلوك سايكل اللي بعدها اللي هي الكلوك الثالثه، الواحد ده هيخرج، الزيرو ده هيجي مكان ايه؟ مكان الواحد، والواحد ده هيجي مكان الزيرو، وبعد كده يبقى عندي دونت كير، تمام؟ بعد الكلوك سايكل الرابعه الزيرو ده خرج، يبقى اتفضل واحد، وعندي كده كام؟ 3 دونت كير. فتلاقي عندك الاوت اللي خرج زيرو واحد زيرو واحد اهو، زيرو واحد زيرو واحد. فهمنا؟ تمام. ده كده كان بيشرح ايه؟ الحل.
تعالوا نشوف ابلكيشن من ضمن الابلكيشن المهمه والمحترمه جدا بالنسبه للشيفت ريجستر، ان انا ممكن استخدم الشيفت ريجستر كمين كتايم ديلي. يعني ايه تايم ديلي؟ يعني مثلا انا عايز انفذ تاسك معينه واخرج الاوت بعد مثلا 8 مايكرو ثانيه. فيعملها ازاي؟ يجي يحط لك على الكلوك ده، يخلي الكلوك بتاعها 1 ميجا هرتز. 1 ميجا هرتز ده اللي هو ايه؟ التردد. طب احنا عارفين ان التايم بيساوي ايه؟ 1 على التردد، 1 على اف، صح؟ يبقى 1 ميجا هرتز يعني معناها 1 على 10 اس 6، يبقى 1 في 10 اس ناقص 6 اللي هي 1 ايه؟ مايكرو سكند. يبقى انا عندي هنا عرض او البريود بتاعت السايكل نفسها اللي هو 1 و 0. السايكل دي البريود بتاعها او التايم انترفال بتاعها او المده بتاعتها 1 مايكرو سكند، تمام كده؟ لو جيت قلت لك ان انا عندي الشيفت ريجستر ده 8، الشيفت ريجستر ده ايه اللي هو اس ار جي، معناها شيفت ريجستر اللي هو السيرج دي، تمام؟ يبقى لما اقول لك شيفت ريجستر 8 يبقى جواه ايه؟ 8 بيت فلوبس. يبقى انا هعدي على كام سايكل؟ على 8 لوب سايكلز، واخليها ايه؟ الاوت هيخرج سيريال، صح كده؟ فيبقى انا عندي لو انا الداتا دي فرضت ان هي داخله سيريال ان سيريال اوت، فهي لو داخله على الاول فليك فلوب هتخرج لي بعد 8 كلوك سايكلز. يبقى انا دي بعد الكلوك سايكل الاولانيه كانت موجوده في مين؟ في الفليك فلوب الاولاني. بعد الكلوك سايكل الثانيه الواحد ده اتشفت في مين؟ في اللي بعدها. بعدها اتشفت الكلوك اللي بعدها اتشفت في اللي بعدها، الكلوك سايكل اللي بعدها اتشفت في اللي بعدها. هيقعد يتشفت يتشفت يتشفت، يطلع لي بعد امتى؟ بعد 8 كلوك سايكلز. طب الكلوك سايكل الواحده 1 مايكرو سكند، يبقى تطلع لي بعد قد ايه؟ 8 مايكرو سكند. يبقى انا كل اللي استفدته في الابلكيشن ده ان انا الداتا بتاعتي هتخرج لي بعد وقت 8 مايكرو سكند. هي القصه كلها انا استخدمت الشيفت ريجستر في الحاله دي كانه تايم ديلي، ان هو بيأخر لي خروج الداتا للوقت اللي انا عايزه. فهمت الابلكيشن ده؟ طيب في عندي بقى حاجه ثانيه اسمها السيريال ريجستر. السيريال هدر. بصوا السيريال هدر ده فيلم شويه. احنا لما كنا بنشتغل في الهدر، في الفول هدر والهاف هدر والكلام ده كله، كنا بنشتغل ده اسمه ايه؟ بارلل هدر. تمام؟ فانا مثلا سي لو انا هجمع رقمين، كل رقم 4 بت. ففي الفول هدر كنت بستخدم كام فول هدر؟ في البارلل بقى القديم ده. عايز سؤال تاني، اجمع رقمين كل رقم مكون من 4 بت، كنت بستخدم كام في الوضع؟ 4 في الوضع؟ امال ايه اثنين انت بتقلدهم؟ 4 في الوضع ليه بقى؟ عشان احنا اتفقنا ان كل بت كل قدر بيجمع 2 ديجيتس بس، فبيطلع لي من كل قدر صم وكاري، الكاري يخش على القدر اللي بعده وهكذا وهكذا وهكذا. فلو هجمع رقمين كل رقم 4 بت، فانا في الحاله دي نستخدم 4 فول ادر لكل فول ادر، كل فول ادر هيجمع لي ايه؟ 2 ديجيتس بس. تمام؟ طب في السيريال بقى؟ في السيريال لا، في السيريال هستخدم فول ادر واحد ماشي، وهستخدم 2 شيفت ريجستر. كل شيفت ريجستر ما هو الا الستورج اليمنت بيحرك لي الايه؟ بيشفت لي ان انا هجمع الاثنين ديجيتس الاولانيين بس. يعني مثلا سي هجي انا بالمنظر ده كده، افترضت كده ان ده شيفت ريجستر الاولاني اهو،
4 ليه فلوس. شفت الريجستر الثاني 4 ليه فلوس. وهفترض ان الرقم الاولاني كان هنا مثلا 1 0 0 0 والرقم الثاني 1 1 1 0. قول يا باشا. ماشي. هجمعهم ازاي بقى؟ بص بقى. انا هنا انا قلت هجمع رقمين كل رقم فيهم ايه؟ 4 ديجيت. فهادي هاخد الديجيت الاولاني ده مع الديجيت الاولاني ده وادخلهم على مين؟ على الفول ادر. وانيشيالي الكاري كان بكام؟ بزيرو. اللي هو كان متخزن هنا في الفليب فلوب كان انيشيالي زيرو. تمام؟ هجمعهم 1 زائد 1 يديني ايه؟ زيرو معايا الواحد في الكاري. تمام؟ يبقى لما يجي لك لوب سايكل هنا اهو هروح جاي عامل ايه؟ عمليه الجمع. الواحد ده هيخش هنا وتشفت كده وتشفت كده وتشفت كده والواحد اللي خرج اللي خرج من هنا دخل في مين؟ في الفليب فلوب. الكلوك سايكل الثانيه كده مع مين؟ الزيرو والواحد مع الكاري اللي كان موجود هنا. الواحد ليه؟ لان هم دول اتشفتوا فين؟ في اللي قبلها. معايا؟ واجي بعد كده اروح جاي ايه؟ مجمعهم يعني زيرو وواحد مع الواحد يديني كام؟ برضه زيرو معايا الواحد. الكاري ده هيخش هنا والزيرو هيخش هنا يبقى زيرو. يبقى زيرو 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 زيرو. بعد كده هجمع مين؟ هجمع دول. بعد كده هجمع دول وهكذا. انت كل القصه انت بترحل. ايه الميزه اللي انا استفدتها هنا؟ هنا الفليب فلوب مقارنه بالفول ادر الفليب فلوب ارخص شويه. تمام؟ هنا الداله او الدايره نفسها بتشتغل مور اكيوريت. ليه؟ لان انا مش هحقق عمليه الجمع الا لما تجيلي كلوك سايكل. تمام كده؟ هناك كومبينيشنال سيركت كنت اول ما بحط الانبوت على الدايره بتبتدي تعمل ايه؟ تحسب لي الاوت. لكن انا هنا انا مش هينفع اطلع اوت الا لما الايه؟ كلوك سايكل يجي. هي كسيريال او بارلل في الحالتين الابلكيشن ايه؟ الابلكيشن المفروض بيطلع نتيجه واحده. طيب تعالوا نتكلم بقى على حاجه الابلكيشن الاخير اللي هو اليونيفرسال شيفت ريجستر. اليونيفرسال شيفت ريجستر ده انا بعمل فيه شيفت رايت وشيفت ليفت وبرل لود وبرل اوت. فاحنا لما نيجي نشوف الشكل اللي قدامنا ده كده انا هنا عندي ايه؟ عندي 4 ملتيبلكسرز و4 ليف فلوبس. كل الفكره بالنسبه لي ان انا الملتيبلكسر بالنسبه لي سواء بت 0 بت 1 بت 2 بت 3 تمام عن طريق السلكشن لاين انا هختار في كل واحد من دول. يعني كده احنا ملتيبلكسر عارفين هو بيخرج لي ايه؟ خرج لي اوت واحد من الانبوتس الموجودين. فانا اختار لاين واحد من دول بناء عليه هشتغل ايه؟ فاحنا بالمنظر اللي قدامنا كده لو جينا نبص على مين؟ على بت رقم 3 هي برل الانبوت. فانا في الحاله دي كاني بعمل ايه؟ برل الانبوت مره واحده. والاوت اللي خارج لي هنا في الحاله دي هيبقى ايه؟ برر الاوت. ماشي؟ ثانيه واحده.
يبقى احنا تعالوا نبصوا كده. لو جينا بصينا على البيت الثالثة فانا هنا ايه؟ لو السليكشن بايت اختار لي البيت الثالثة فانا كده بعمل بارلل هيم. تمام؟ طيب لو جينا بصينا بقى انا هاخدها واحدة واحدة كده. البيت رقم واحد. البيت رقم واحد انا بعمل ايه؟ سيريال انبوت شيفت رايت. هنا ده كده الواحد ده بالنسبة للبيت لوب الأولاني داخل على الدي. طيب الأوتبوت بتاعه بص داخل فين؟ داخل على المفروض الأوتبوت بتاعه هي البيت رقم واحد. أيوة داخل على البيت رقم واحد. يعني بص من هنا كده داخل على البيت رقم واحد. وبعد كده الأوتبوت ده داخل على البيت رقم واحد. وبعد كده الأوتبوت ده داخل على البيت رقم واحد. ماشي ما هو لازم يبقى رقم واحد. أنت شغال شفت إيه؟ شفت رايت. طيب تعالى نشوف البيت رقم كام؟ رقم اتنين. البيت رقم اتنين هي عبارة عن إيه؟ شيفت ليفت. فانت خلاص الانبوت ده داخل لك من هنا اهو. تمام؟ الاوتبوت اللي طالع من هنا اهو داخل على مين؟ بيت رقم اتنين. الاوتبوت اللي طالع من هنا داخل على بيت رقم اتنين. الاوتبوت اللي طالع من هنا داخل على بيت رقم اتنين. تمام؟ فانت الفكره كلها المالتيبلكسر بيوجهك هتعمل شيفت رايت وهتعمل شيفت ليفت. تمام؟ ولا هتعمل بارلل انبوت. يبقى انت كده ناقص لك مين؟ البيت رقم كام؟ البيت رقم زيرو، صح؟ البيت رقم زيرو دي بالنسبة لك تمثل ايه؟ تاني كده؟ سريال ايه؟ هي البيت رقم زيرو دي تمثل لي ان انا بعمل ايه؟ بعمل لود لمين؟ للفليب فلوبس نفسها. لود انا بدخل على مين؟ على الاوتبوت بتاعي اللي خارج منه داخل فيه، الاوتبوت اللي طالع منه داخل فيه. تمام؟ فكاني بعمل لود لمين؟ لكل فليب فلوب. تمام كده؟ كده احنا فعليا خلصنا الشيفت. تمام؟ هنا بقى الكلمتين الفاضيين دول ان انا ايه؟ ان انا هستخدم ازاي الماوس سيريالي وخش على الكمبيوتر السيريال يتحول لبرل. كلام فاضي كده ايه؟ يبقى اقراه بس بص عليه كده. والبرنتر ازاي استخدمها برل والكلام ده كله. حد عنده سؤال يا شباب؟